السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. إذن أنا بهذا الفيديو راح أشرح لكم دائرة الـ Non-Inverting Amplifier. بس قبل ما أشرحها، هالمرة فتحت منزمة الثالثة همين هنا على صفحة. عجبني بس أشوفكم مثال مع الـ Inverting Amplifier، شلون قدرنا إحنا نعوض الأرقام Vout تساوي سالب R2 على R1 من الـ V-Input. هذا إحنا اشتقيناه بالمنزمة الأولى، منزمة الثانية، بالصفحة الثالثة. اوكي، اللي هي نفسها هاي الدائره. هناك بالمنزمه الثالثه احنا بس مجرد عوضنا ارقام. عندكم هذا المثال مشروح بصفحه رقم 4 بالمنزمه الثالثه. العفو طبعا، اعتذر لكم شباب. الملاحظه مال بين الموجه تنقص في حال بان احنا احتاجينا موجه اوتبوت اعلى من الفي سي سي او سالب الفي سي سي موجوده عندكم بالمنزمه الثالثه بصفحه رقم 3. اوكي شباب، طبعا من انفس ادم بعد شكو شيء باذن الله اشرحه بالمنزمه الثانيه، اوريكم وين مات المثال بالمنزمه الثالثه. هسه خلينا ننتقل لهنا. انا دائره النون انفرتنج امبليفاير، احب بس اشوفكم في فرق اساسي ما بين هاي الدائره ودائره الانفرتنج امبليفاير، بان هن بالضبط نفس الخريطه. الشغله الوحيده اللي اختلفت هن اماكن الفي انبوت كمصدر اي سي والجراوند. شوفوا هنا الفي انبوت مربوط مباشره على طرف البلس، والمقامل على الار 1 مربوط على الجراوند، بينما الانفرتنج امبليفاير لا، المقامل على طرف البلس مربوط على الفي انبوت اللي هو المصدر الاي سي، والفي بلس مربوط على الجراوند. بس مجرد تبدلون اماكن ذن المصدرين اللي هو المصدر الاي سي والجراوند، تتحول الدائره من انفرتنج امبليفاير الى نون انفرتنج امبليفاير. نرجع للاشتقاق مالتها، بدنا على وفد شيء سهل. هذا ايش حنقول؟ سينس ذير از ا نيجاتيف فيدباك، بان احنا عندنا خط تغذيه عكسي سالب، اذا ايش راح يصير عندنا؟ في ماينس تساوينا في بلس، اند بوث اوف ذيم بهالدائره بوث اوف ذيم تساوينا في انبوت. ليش الـ V بلس مربوط على V input اللي هو مصدر AC؟ هنا احنا عاطين مصدر AC على الـ V بلس بشكل مباشر، مات الطرف الريد على الـ V بلس، مات الطرف البلاك رايح للجراوند. Since V input is connected directly to V بلس، اللي احنا عندنا بهالدائرة الـ V input مربوط مباشرة على الـ V بلس. Since the op amp has a very high since the op amp has a very high input impedance، لان الاوب ام مالتي لديه ممانعه ادخال عاليه جدا، then there is no current entering the op amp، اذا ما عندي انتيار يدخل داخل الاوب امب، اذا I1 سنة I2. طبعا هاي الملاحظه كل شوي راح تتكرر وهواي دوائر من دوائر الاوب امات، يعني يابا قاعد نقول ترى هذا التيار اللي يمر هنا بI1 هو نفس التيار الI2، ليش؟ ما عندي انتيار يدخل داخل الاوب امب، مات الممانعه كلش عاليه. هذا التيار شو يساوي لنا؟ الفولتيه بالنقطه اللي قاعد يجي من عندها اللي هي صفر، ليش؟ هي جراوند، ناقص الفولتية بالنقطة اللي قاعد يوصل لها اللي هي V ماينس، الكل تقسيم R1 اللي هي هاي. هذا التيار شو يساوي لنا؟ الفولتية بالنقطة اللي قاعد يجي من عندها اللي هي V ماينس، ناقصا الفولتية بالنقطة اللي قاعد يوصل لها اللي هي V أوتبوت، الكل تقسيم قيمة المقاومة اللي هي R2 اللي هي هاي. هسه حبدي أعوض بدل كل V ماينس V أنبوت. ليش؟ لأن الـ V ماينس هي نفسها الـ V بلس اللي هي تساوينا V أنبوت، أكو بيناتهم رابط مباشر. هعوض بدل في ماينس في انبوت هنا، هنا بدل في ماينس في انبوت، اللي حيصير عندي هو هذا الشطر الجوة. هنا هسه عندي صفر ناقصا في انبوت، حيبقى عندي ناقصا في انبوت. هنا عندي في انبوت ناقصا في اوتبوت على R2، بس اسهل هذا الحد. هذا عندي يعني بسط اللي هو مكون من حدين، يعني هذا ناقصا هذا، وعندي مقام موحد عليهن. هذا المقام راح افسطه، ما راح احطه على هذا البسط ومرة على هذا البسط، حيصفى عندي بين في انبوت على R2 ناقصا في اوتبوت على R2. هذا الحد اللي علمنا، مجرد بس فسخنا البسط مالته بدل ما هو حد واحد سويناه، يعني خلينا نقول حدين، كل واحد منهم ببسط ومقام، بسط ومقام. اوكي، عمليه الانشار الماينس اللي بيناتهم طبعا شيء اعتيادي لازم نحافظ عليها. هسه احنا عندنا هذا اخر سطر احنا وصلنا له. احنا بالمعادلات ما نريد نوصل في الطريقه بين هي الفي اوت ايش تساوي، مو ناقص في انبوت على R1 ايش تساوي. فهذا الفي اوت حوديه لهذا الحد، هذا الحد اللي هو بي في اوت على R2 واشارتهم ماينس حوديها لهنا، وحجيبها لهنا. هذا الحد اللي هو ناقص في اوت على R2 من حوديه لهنا حصير اشارته موجبه، وهذا الحد اللي هو ناقص في انبوت على R1 من حوديه لهنا حصير اشارته موجبه. اوكي، هذا الحد بقى كما هو، في انبوت على R2 بقى كما هو. زين، هسه طرفي المعادلتين حضربهم في R2. ليش؟ انا مدى اوجد قيمة في اوت على R2 ايش تساوي لنا؟ ولما بس في اوت بحد ذاتها ايش تساوي لنا؟ هذا الحد اللي على اليسرى هذا لما اضربه في R2 يبقى عندي بس في اوتبوت. اما الفي انبوت هذا الحد، في انبوت على R2 لما اضربه في R2 يبقى عندي بس في انبوت. اما هذا الحد اللي هو في انبوت على R1 لما اضربه في R2 بس تزداد عندي بالمقام، بالبسط العفو، يصير في انبوت في R2 الكل على R1. إذا أنا شنو عندي؟ أقدر هسه آخذ الـ V input عامل مشترك من هاي المعادلة،
او اقدر اجيب حتى هذا العام اشتراك اجيبه هنا أنا احطه بالمقام الحد على اليسرى في اوت على في انبوت يساوي انه 1 زائد ار2 على ار1. هنا انتم تلاحظون فد شغله، طبعا ممكن هالمعادله نفسها اكتبها بغير طريقه، بين احط هنا أنا قوس من هذا النوع الكبير مثلا هذا هنا وهنا، وهنا على اليسرى هنا أنا احط في انبوت. ليش؟ عندي يعني الفي انبوت هو عباره عن كسر مال هذا الحد اللي موجود على اليسرى، معناتها نفس الشيء ما دام هي موجوده بالمقام مال الحد على اليسرى اقدر احولها لبصمه الحد على اليمين. شنو الملاحظة اللي تركزون عليها؟ الحد اللي علمنا ما بإشارة سالبة، ما معناته بين الأوتبوت بنفس الطور مال الأنبوت، الأنبوت ماتي موجب، الأوتبوت ماتي موجب، الأنبوت ماتي سالب، الأوتبوت ماتي سالب، أوكي؟ وهنا ذاكر فيها ملاحظة، غياب الإشارة السالبة من المعادلة يشير إلى أن فولتية الإخراج بنفس الطور مع فولتية الإدخال. And this is why this amplifier، ولهذا السبب هاي الدائرة يطلق عليها دائرة non-inverting amplifier. مكبر الإشارة الغير عاكس للطور، أوكي؟ مكبر إشارة غير عاكس للطور. هنا عندنا فد ملاحظة اللي هي مقدمة لدائرة البفر. قاعد نقول لدائرة النون انفيرتنج امبليفاير إذا خلينا قيمة الـ R2 تساوي صفر، إذا المقامة اللي فوق هاي إذا سويناها صفر، المقامة قيمتها صفر معناتها تصير واير بدالها اللي هو هذا الواير. وإذا احنا خلينا قيمة الـ R1 تساوي انفينيتي اللي سويناها أوبن سيركت، بين احنا نشيلها من الدائرة. هاي المقامة على اليسرى إذا سويناها انفينيتي بين قوس نسويها اوبن سيركت معناتها نشيلها من الدائرة، نحصل على نوع مميز من النون انفيرتنج امبليفاير اسمه البفر أو الفالور اللي هي هاي الدائرة. شوفوا هاي الدائرة بالضبط نفس خريطة هاي الدائرة اللي هي نون انفيرتنج امبليفاير، من عدا بين المقامة اللي فوق استبدلناها بسلك اللي هي مقامة قيمتها صفر، والمقامة على اليسرى استبدلناها بمقامة قيمتها انفينيتي اللي هي اوبن سيركت اللي شلناها من الدائرة كلش. بإذن الله شرح دائرة البفر عود على الفيديو الجاي. إذا عندكم أي استفسار كتبوا لي بالتعليقات، ما راح أقصر وياكم، وكالعادة هاشتاغ خليكم بالبيت. بإذن الله يا الفترة تعدي على سلامة علينا وعليكم. يلا مع السلامة شباب، باي.